انقطعت العلاقة الزوجية، فهل هذا صحيح شيخي كريم؟ يعني لا, لا, لا يجوز، يعني ما أصبحت زوجة له، ولا أقصد ما يدعيه البعض من جهالات. نعم. أيوة نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام ليس بصواب وليس بصحيح، هو مخالف ومخالف للدليل. فإنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد موتها، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها بعد موته. فمنتشر عند العوام أنه إذا مات الرجل فلا يجوز للمرأة أن تدخل عليه، ولا يجوز أن تراه، صار محرما. هذا الكلام باطل وليس بصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: وماذا عليك إن مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر رضي الله عنه، والكثير من الصحابة فعلنا ذلك. وكانت لكن لا يغسل ابنته؟ لا، ابنته لا، ولا أمه؟ لا لا لا، لا، زوجته فقط. الزوجة وهي لا تغسل أباها ولا ابنها، لا لا لا، وتغسل زوجها فقط. نعم، الزوج فقط، الزوج والزوجة. لا يجوز أن يغسل الرجل امرأة إلا الزوج لزوجته والزوجة لزوجه، هذا فقط. جزاك الله.